أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير كبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان
الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي كذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها ثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. صدق الله العظيم.